بيان سور ملاعبي هو اكتشاف الموسم الحالي الملاعبي لاعب الموسم نجم يكون مبدئيا بيان سور. وديجا احنا حتى في اسبوع تقييمنا للمرحله الاولى شخصيا اخترته افضل لاعب في الفتره الاولى من البلاي اوف. دونك الوليد عنده الى دي كاليتي انورم لي بلان دو كاليتي, عنده لونفي, عنده لاغريسيفيتي, عنده انه il s'applique sur le terrain تكتيكيا كيف ما قلت انت, ويطبق في تعليمات المدرب ولي كونسيني دو لونترينور. دونك مي الحقيقه انا الملاعب هذايا تلمو يعجبني, اما ما يسالش مره هذه اخويا اسمعني مليح وخليك ممكن متفهم برشا, قاعد تعمل في حاجات زايده سور تيران بروفوكاسيون طريقتك وصلت معناتها ماتش باجا عملت الفيلم نتاعك وكومباسا خرج حمراء, المقابله نتاع مسير نفس الشيء. دونك تعمل في برشا بروفوكاسيون. دونك ننصحك انا اذا انا من هنا من المنبر هذايا ننصحك خويا, اذا ما عندك شكون يونكادريك وشكون ينصحك احنا ننصحوك لهنا يا خويا اتلهى في الكوره, راك عندك دي كاليتي وتجم تعمل كاريير كبيره وراك معناتها ماشي في ثنيه باهيه رياضيا وكرويا, مي خويا ابعد على الحكايات هذوما الزايده وابعد شويه على البروفوكاسيون نتاع الادفيرسير والتمثيل نتاعك في الطريقه حتى كيفاش تطيح. راهو ممكن اليوم مشيت معاك راهو غدوه الحكام باش يستنسوا بيك وباش يعرفوك, وراهو ممكن مش تولي من نقاط ضعفك الفتره الجايه. خويا من هنا ركز كان على الكوره وركز على المستطيل الاخضر وابعد على الطريقه هذه اللي انا بيرسونيلمون ما نحبش نشوفها في ملاعبي عنده دي كاليتي نجم يعمل كارير كبيره. ابعد على الحاجات هذه يا خويا راهو ماهيش باش تنفعك. توافقوا؟ والله هو لاعب فنيا معناه تحسن برشا وعطاء برشا النجم. لا اللوم نحكي لك على اللوم نيجي تكاد توي بو مي استنى ديغرامو كيل فرانسيستو, هو تحسن برشا على المستوى الفني وعطى برشا للنجم وكان فعال على المستوى الهجومي والدفاعي وكل. قعد يقعد في الاخر لاعب عمره 20 سنه ولازمه برشا برشا خدمه على المستوى الذهني وعلى المستوى الكومبورتمونتال, معناها على المستوى كيفاش يؤدي على الميدان والكلام هذا فيه صحيح برشا مرات الفني الاطار الفني تاع النجم وجهله فهمني ولا معناها انتقادات, عنده شويه اندفاع مفرط فيه شويه بتاع صغر معناه بتاع طيش خلينا نقوله, ما هوش إنه با أجريسيف وسامني نعرفه بيرسونيلمون تيميد إنه با أجريسيف وإنه با ميشان. راهو فما فرق في الكرة اللي يضرب ميشانستي اللي يضرب باش بور فير مال باش يوجع, وفما كلي يمشي للشغب ويمشي باش يعمل باش يبرز وباش يعمل عركه وباش كيما اللقطه هذه اللي تقريبا جات ورقه حمراء ينجم ياخذ صفره وكاهو في اخر ماتش لي جي ديفونسور باش يديجاجي حمراء ابري تو الاخر ضربه ابري ما خلاش حمراء على خاطر هو خذا صفرته هو مشى للكونتاكت لعبوا مع بعضهم في الليتوان ولا عامر العمراني وعامر وتعمناه باو كان في الاسبوار وسامه وقت صغير اما مش مشكل هذول اللي خلطوا لعبوا مع بعض يا عامر العمراني في الاخر سي كلكا كوريكت برشا. هو ما هو مؤكد انه سامع عبيد من افضل اللاعبين في الرابطه المحترفه الاولى وحتى كان يجيك نصيحه كيما هكا وحتى جماهير الدوار يلزم ويقبل جماهير الدوار لازم تقبلها لانه في مصلحه اللاعب لانه الحقيقه نشوفه في ملاعبي عنده بوتنسيال ماذا بينا يوصل ماذا بينا ينفع ليتوال ينفع كره القدم التونسيه وعلاش لا يحترف حتى مستوى من بعد ماذا بينا ملاعبيه كيما كان عنده ليكاليتي عندنا 3-4 ملاعبيه يطلعوا عنده ليكاليتي هو برشا اكتشافات انيس انت قلت فوالا.